الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء يفعل من ذلكم من شيء
سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي. حياكم الله مشاهدين الكرام، عدنا معكم بعد استماعنا لتلاوة جميلة طيبة للمتسابق ياسين غلامي من إيران. شكرا جزيلا لكم وطيب الله لكم الأنفاس، وأنتقل مباشرة للسيد حسنين الحلو. رأيكم سيدنا. شكرا جزيلا وشكرا لابننا العزيز ياسين. والله تلاوة جميلة صراحة، يعني صعب التعليق على تلاوات الفتية، لأن هو ما بين فترة البلوغ، ما بين عمره الصغير وتجربته الصغيرة، ما بين أنه هو من بلد غير عربي ولكن يتقن الأنغام بشكل جميل، انتقالاته جميلة. هسه بغض النظر عن التلكؤ اللي حدث يعني من الاستهلال ودخوله إلى التوسط، والجملة العجم اللي بدأ بها أو يعني بدأ يأخذها جاءت عرضا لعله غير متهيئ لها، لكن حينما دخل إلى الرست وبعد ذلك تسلسل إلى بقية المقامات خصوصاً النهاوند والكرد كان جميل جداً، فبالتالي صعب التعليق عليهم صراحة يعني. ولكن عموماً تلاوة جيدة وطيبة ومباركة وتدخل إلى القلب يعني. شكراً جزيلاً. شكراً لكم شيخ محمد فهمي عصفور، لكم الكلام. حياك الله حبيبي، ما شاء الله ياسين، ما شاء الله أحسنت يا حبيبي. وأنا صراحة أضم صوتي لصوت سيدنا حسنين لما بيقول إن هو من بلد غير عربي وأبدع هذا الإبداع. فالقرآن بلسان عربي، اللسان عربي يعني لسان النبي محمد، وهو نزل في لباس اللغة العربية، يعني يشبه اللغة العربية لكن له روح وله حقيقة تتخلل إلى كل القلوب. يعني أعطيك مثال، مثلا كما أن اللغة الإنجليزية والفرنسية متشابهتين في الحروف لكن هذه شتان بين هذه وذاك، فالقرآن يشبه اللغة العربية لكن يتخلل القلوب والأرواح بحقيقته وبمعانيه. فأن تجد في هذا العمر فعلا مثل ما سيدنا تفضل في هذا العمر أن يبدع هذا الإبداع وينافس أهل اللغة بهذه الطريقة، فهذا الإبداع بذاته ما شاء الله. شكرا شكرا حبيبي ياسين، ما شاء الله. شكرا لكم، بارك الله بك. سيد كريم موسوي، تقييمكم. آقا دست شما درد نکنه، خیلی خوب. من به خودم اجازه میدم که فارسی صحبت کنم برای برحال هم میهن خودم. اداء باهر و رائع و جمیل و انشاءالله الله سبحانه و تعالی وفقه و يؤدي الواجب ويستمر على هذه التلاوة حبيب قلبي. شيخ الدكتور باسم العابدي، لكم الحديث. بارك الله بك، بارك الله بك يا ياسين. أنرى الله قلبك وفكرك، وأنت مظهر للقرآن جميل وقدوة صالحة للشباب والفتيان من أمثالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك نورا على نور. بارك الله فيك. شكرا لكم. الأستاذ عماد رامي، تفضل. حبيبي ياسين، لا هو أول ما بدأ أنا كنت أفكر صدفة طلع للعجم، صدفة يعني تاري هو أخذ سكة ومشي فيها، يعني أخذنا نحن غدر، غدر فينا، فمشى السكة على العجم لحتى وصل إلى مبتغاه. الله يعطيك العافية، شيء جميل. وقفلاتك أروع شيء بقراءتك، القفلة الحراقة، نحن عنا بنسميها قفلة حراقة، يعني قفلة ما في بعدها قفلة، يعني بتجي سكب. ما شاء الله، المستقبل أمامك وباهر إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لكم. أختم مع فضيلة الشيخ عمر، تفضل. ياسين غلامي، ما شاء الله، جمال وإتقان وحضور في التلاوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى لك الكمال إن شاء الله، ونسأل الله لك التوفيق إلى الأحسن بإذن الله تعالى. فأنت منظر ومظهر قرآني جميل في سمتك ولباسك ومظهرك، وإن شاء الله في مخبرك وفي منطقك كذلك بالقرآن الكريم. زادك الله إتقانا وبهاء ورفعة بالقرآن الكريم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ أستاذ محمد. إذا تسمح لنا بما أنه من الفتية يعني، نعم، ومن إيران،
السوري نقرا له والعراقي نقرا له، نعم الايراني بعد هم لازم نقرا له، بس هاي مسابقه العميد ابو سيد فاضل كريم لا. وام البنين ما ذكرتها لحد الان سيد. سلام الله عليها. توسل واستجر في النائبات بمن حازت عظيم المكرمات. الله الله. ومن تدعى بباب الله فخران سمية فاطم روح الحياة. هي الأم الوفية بنت خضر ووالدة البنين ذوي الثبات. الله الله الله. أحسنتم يا سيد، نسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم لهذه المشاركة الطيبة بقفلاته المتقنة، دخل إلى قلوبنا بدون استئذان. ياسين غلامي من إيران، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم.